فيديو جديد. منطقة الغدير قرب ساحة ميسلون، مركز حدائق غابات الأمازون بإدارة أسد ومرتضى. أنواع الطيور والحيوانات الأليفة والنادرة، وعدهم استيراد وتصدير. مركز حدائق غابات الأمازون بإدارة أسد ومرتضى، مشاهدة ممتعة. بسم الله. إخواننا الأعزاء، ملاحظة بسبب التعليقات السلبية من ضعاف النفوس، يعني أسد هسه زعلان أنا لقيته، هو والولد ووالده وإخوانه، وحتى أنا خجلت من نفسي، يقول لي بعد أسعار ماكو بسبب التعليقات السلبية، يقول لي بس قولي توفر كذا أنواع حيوانات وشوفهم شلون ما شوفهم بالحديقة وخلي الأرقام ويتصلون بي على الخاص. فأني جدا أعتذر من عندكم. إذا ما تريدوني أصور حدائق غابات الأمازون، هاي هي بعد نقطع ما نصور حدائق غابات الأمازون، بس أنتوا إخواننا الأعزاء جماعة تعليقات سلبية جاي يأثرون علي ويأثرون على أصحاب المحميات وأصحاب المحلات. يعني إخواننا الأعزاء، ترى هو التعليق يعكس تربيتك، تعليق حلو، إحنا نطلب من عندك الدعم، لايك والاشتراك. هذا أخوكم محمد الزبيدي، محمد تيبي. طيب بعد انتو يومكم، انتو تعرفوني صار من 2019 الحد هسه هذا يومنا، يعني ما داعي هاي التعليقات السلبية اخواننا الاعزاء. هسه الولد يقول لي سوي لي فيديو قول يتوفر كذا يتوفر كذا وخلي الارقام، لان والدي ما قبل واخواني الكبار ما قبله، وقالت اكو تعليقات سلبية واكو عالم جاي تكسر بالحلال مالتنا. اخواننا الاعزاء، ترى هو مكانه منطقة الغدير منطقة راقية، إيجارة غالي، عمال 4-5 عنده، مصاريفة، الحيوانات تحتاج علاج تحتاج طعام. يعني هو ما مفتح بالشارع، مع احترامنا للعالم أهل البسطيات وأهل الكراتين، ما مفتح بالشارع هو، وحلال عنده مستورد، عنده انتاج عراقي. هسه هنا عنده يتوفر هذا ماعز كاميران وماعز بلجيكي، يا بالاسعار على الخاص، الغزلان الاسعار على الخاص، يعني حتى الفيديو راح يخرب هيك اخواننا الاعزاء بالله الكريم. وانا خجلان من عندكم. بعض الجماعه ذاك اليوم من صورت لهم محميه الحمام الصنعاوي اليماني، قالوا لي انت شكو رايح مصور اذا ما تذكر الاسعار. زين اني اذكر الاسعار، وكو ضعاف النفوس وحشاكم حشاكم حشا زينين ما عندهم اخلاق، يقومون يسوون يذبح بالقطنه، هذا يغني، هذا مدري شنو، هذا يطرح زواج، وعيب هاي اخواننا الاعزاء، عيب هاي الالفاظ. احنا عالم محترمين، عشاق للهوايه، اكو عالم تحب الطيور المغرده، اكو عالم تحب الغزلان، اكو عالم تحب الدجاج، اكو عالم تحب الحمام، واكو عالم تحب الاسماك، احنا كلها نحترمها ونقدرها وعلى العين وعلى الراس. فانا جدا اعتذر من عندكم اليوم، حتى الفيديو انا مالي واهس اصور، والله خابرني الولد كون اسمعكم البصمه مالته، قال لي والدي ما يقبل واخواني قال صور، بعد لا تنطي اسعار، قول يتوفر كذا وكذا، واني جماعتك، قال والله العظيم جماعتك لهم خصم خاص. يعني انا ما صحيح يقول عندي ايجار وعندي مي وكهرباتي غاليه ومكاني كبير انا ماجره وعمال عندي، بس جماعتك لهم خصم خاص ويامرون امر ويرحب بالجميع، هو بالاضافه يبيع ويشتري بس يرحب بالجميع، يعني تقدر تجي تونس انت وعائلتك. مثل الاخ هنا جايب بناته، ربي يحفظه، سلام عليكم حبيبي، جايب بناته هنا الاخ يونسهن، يشوفهن الحيوانات، ياخذ لهم صوره حلوه، عباره عن حديقه حيوانات مصغره داخل بغداد، بها غزال، بها ماعز كاميران، بها دجاج، بها تكرمون قرد، كلاب، يعني عده حيوانات بها اخواننا الاعزاء. يجوز تشوفوها على ناشونال جيوغرافيك، يجوز اكو حيوانات وطيور اول مره تشوفوها. هنا عندنا غزلان فلودير، شاهدوا اخواننا الاعزاء، شاهدوا يا طيبين، شاهدوا غوالي. ترى هم اسعارهم بالقياس المكانات بالغدير وبزيونه اسعارهم مناسبه، انا يعني اشوفها. لعد لو اصور لكم بشارع فلسطين وبزيونه كان ايش قلتوا ايش حكيتوا، هذولا كله بالورق، كله $700 و$900 و$200
ما يتحاشون، يقول لك يعجبك يعجبك، ما يعجبك روح. والله الولد خوش ولد، أسد ومرتضى وسجاد وخليل، ووالدهم طيب، وحتى ذول الصغار خطيه خوش ولد ومؤدبين ومرتبين. انا عوفك انت قايل لكم هاي الاسعار عندهم، يعني ايجارهم غالي، انت سامعين من منطقه الغدير؟ هسه واحد جاي يعلق، هو قاعد له يجوز من منطقه، مع احترامنا لها، منطقه ايجاراتها رخيصه، وجاي يعلق عباله الايجار مالته 100,000. يابا الايجار مالته انا اتوقع فوق العشرين ورقه يجوز بالشهر، والله اعلم بعد، كله بالورق يابا، بالغدير وبزيونه ترى الايجارات بالورق، والله يعني ايجارات خياليه اخواننا الاعزاء. عمال عنده 2 عمال بنغلاديش، 2 باكستانيين، عراقيين 2 متلاثه، حراس، دا اقول لكم عباره عن حديقه حيوانات مصغره اخواننا الاعزاء. وعيب علي اللي يعلق تعليقات سلبيه، ترى يعكس تربيته، هذا مال يذبح بالقطنه ويغني، ترى عيب، ترى احنا همين نقدر نحكي هاي الالفاظ، بس احنا الحمد لله الفضل رب العالمين، ديننا واخلاقنا وتربيتنا، تربيه الاهلنا يوصونا، هذا عمرنا ويوصونا انه ما نتجاوز على الاخرين وما نجرح الاخرين، ونجبر الخواطر مال العالم الصغير والكبير، نجبر الخاطر مالته. ما اقول غير الحمد لله على كل حال. اعذروني على الاطاله اخواننا الاعزاء، انا راح اصور على مود تشوفون الحيوانات اللي هنا الموجوده، واللي يعجبكم شيء اتصلوا وتعالوا وعرفوا الاسعار مالتهن على اتصال، وان شاء الله ما يقصرون اياكم الولد. واحتمال هذا اخر فيديو الي بحد غابات الامازون، لان انا هم ما تخدمني اذا ما اذكر الاسعار، ما تخدمني، لان انا لازم اذكر مثلا الاسعار، انا قايل لكم اذكر الاسعار بسوق الغزل وببغداد جديده وبسوق مريدي وبالداخل وبالكسره وبالغدير وبزيونه وبدياله وبربيل، لازم انطيكم الاسعار على مود تعرفوهن، على مود تكونون على بينه. انا ذا فيديو ما بي اسعار، انا هم من يمي من واهسي ما اعرف اصور وما اعرف احكي وما اعرف يعني اسوي الفيديو بصوره صحيح. هنا يتوفر كوشن استرالي، هنا انواع الحمام اخواننا الاعزاء، المفوط، شعلب احمر، دماكي، شربيليات، ملك الجبل، شاهد يا طيبين هذا الحمام. حمام النفاخ، كمرليات. طبعا انا هذا الكلام اللي بالبدايه ما اقصد فيه المتابعين الطيبين، الله شاهد اكو عالم تعليقاتها واخليهم على راسي من جميع المحافظات. هاي راس الحجين، يعني صفر وشفريات، صاحب يا طيبين، يعني زواج المصريات ومتعفلات. هنا ايضا عندهم حمام، حمام البطريق، فنار، ساجل كاره انجليزي، هنداويات، الفنار الاحمر، الرواهب ذني طيرة وفحل، يعني ابنهم مخلف، حمام نفاخ مغزلي نثية وفحل، ياهم بناتهم مخاليف واعتقد مبيضات. هذا اني حمام القديس، نفاخ العادي، هذا النفاخ المغزلي لونج فيس، شاهد يا طيبين، كينج، تعالي ذني، بسم الله، بيضات هنا اخواننا الاعزاء،
هذني سكسونيات هنا يقدمون للطيور، مو بس يبيعوهن، مو يريد بس يخلص منهن يبيعهن، لا يقول لك انا ما ابيعهن اما مستعجل يجيني شرايهن المضبوط يلا بيع لي اياهن، قدم لهن نوعيه ممتازه من الطعام، ميهن يمهن، اكلهن يمهن، علاجات، محفزات، فالدليل قدامكم يعني كلهن منتجات، اللي مبيض واللي بناته ويا مخاليف واللي جوا افراخ شاهدوا وياهن افراخهن واللي مخليهن دايات حنينات، هاي هذن الزواجل شاهدوا يا طيبين وياهن بناتهن ومبيضات. يعني حمامي كبر ما شاء الله منه افراخه انه بيرجع يبيض فوق الافراخ مالته، يبيض يفقس خير من الله، جوال اكل ومعتنين بيهن ومحفزات وغذاء وخير من الله. فطبعا اغلى من السوق، يقول لك انا واثق من الحلال مالتي انه ما يفشل ويا الاخرين. هاي هنا القطط اخواننا الاعزاء، هنا القرود، هاي القرود الافريقيه، القرود الافريقيه والله حتى ما لي واحد اصور اخواننا الاعزاء. هذا اني ابراهمه، هذا اني بولونيات، والله ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على اصحاب النفوس الضعيفه اللي يريدون يخربون القناه. تبقى هاي القناه شوكه بعين كل حاقد، لان هاي قناه العالم الطيبه، قناه المحترمين، قناه الكبير والصغير، الشرف بالجميع من زاخل الفاو والوطن العربي والمغتربين والكرة الأرضية كلها، الشرف بكل الطيبين الأخلاقهم عالية. هذا طائر الكركي، هسه تحدى واحد بالعراق عنده طائر الكركي، هسه تحدى، هسه واحد يراسلني خابرني قل لاني عندي طائر الكركي أتحدى متوفر هنا، وأنا يمهن، هاي يمهن بنص القفص وهاي الحواوين بعد متر عني، هاي متر واحد عني، متر ونص، متر، هاي الحواوين يمي بقربهن قاعد ورا الكيبورد ويصنف على العالم ويحكي على العالم. هاي هنا طائر الكركي متوفر عندهم على اتصال، اللي عنده محمية، اللي عنده حديقة حيوانات يرحب بالجميع. وذني ايضا شاهدوا يا طيبين، شاهدوا يا غوالي الجمالية مال هذا الطائر، سبحان الخالق عز وجل. شاهدوا يا طيبين الكعكولة مالته او الكفشة مالته ذهبية صير، سبحان الخالق عز وجل. هنا عدة نوعيات مال طاووس، بسم الله، طاووس هندي وابيض ملكي وحضاري وميات بياضات، اللي يدور بيض مع طاووس، عدة نوعيات. شاهدوا يا طيبين هذا الطاووس اخواننا الاعزاء، الباط العراقي والكوبرا، جدا اعتذر من الناس الطيبة، الحديث مو موجه لهم، الحديث موجه لأصحاب النفسيات الضعيفة، هماني هم مو ضدهم، بس أقول له نظف قلبك، الدنيا ما تسوى، ارجع للطريق الصحيح، يعني أنت ما تأثر بس على نفسك، جاي تأثر على تربيتك، تعكس تربية أهلك إلك، عيب هذا الكلام يذبح بالقطنة ويغني ومدري شنو، عيب إخواننا الأعزاء هاي الألفاظ، عيب. كل من يبيع بكيف يقول لك انا ابيع بكيف، وانت ما مجبور تشتري اخوي العزيز، اشتري من سوق الغزل، اشتري من بغداد جديدة، اشتري من سوق مريدي، ما مجبور تشتري. يعني اذا ما يعجبك السعر هساني راح يكلب بي يقول لي محمد الا تشتري هذا الطاووس على سبيل المثال، كل واحد وبفلوسه وبراحته وبخدمة الطيبين. احنا هساني مرات عالم تقول لي لا تصورني محمد، وانتم تسمعوهم بالفيديو، وكو عالم تقول لي صورني،
اللي يقول لي لا تصورني اتشلب بيه، اقول له لا الا تطلع قابل القناه واقفه عليه، واللي يقول لي صورني اتشرف بيه وعيوني له. ارنب بري اليف وهامستر وارنب عادي. شاهد يا طيبين، بس راح اشوفكم السرعه مال الارنب البري. شاهد يا طيبين، شوف، شاهد يا غوالي، هذا الارنب البري بس اليف هذا اخواننا الاعزاء، يعني مال محميه. لو وحشي كان ظل يتضارب بالجام وظل يتضارب بالامه العربيه وفلشنا هاي كلها. شوف اختلافه، الاطراف مالته تصير اطول، عضلاته اقوى، سرعته، يعني باختصار المحرك مالته خير من الله. مقارنه ويا الارنب العادي، يعني الارنب العادي يعتبر سايبه وهذا تشارجر. وبعد انتو قيس السرعه ينكم والمتانه. رب يحفظ الجميع. نعامة الأفريقية، شاهد يا طيبين، هذني نثية وفحل ياهم بنتهن، وهنا نثية زايدة أليفات وحلوات. شاهد يا طيبين، شاهد يا غوالي، نثية وفحل وياهم بنتهن، وهنا نثية زايدة، هذني نثية وفحل وياهم بنتهن، ذيك نثية زايدة. إنما توالفات حتى لا مثلا تريدون تاخذوهن كلهن ما يقصروا وياكم. هذا الفحل ذني بشات. الشغلة الحلوة هنا بالشباب، يعني حتى إذا تجي أنت وعائلتك تباوع وتصور وتدخل تشوف الحيوانات الأسماك الطيور، والله ما ياخذون من عندك فلس. تباوع تتونس، حديقة حيوانات مصغرة، مو إلا تشتري، والله ما مجبور تشتري أخوي العزيز، والله ما مجبور تشتري. نال ببغاوات إخواننا الأعزاء، نال ببغاوات. شاهد يا طيبين، عدة نوعيات مال طيور مغردة وببغاوات. اعذرونا الشباب، الاسعار كلها على الخاص بسبب النفسيات الضعيفة. هنا سان كانيور، سان كانيور، نيباليات، هنا النساية وهنا الحلة. شاهد يا طيبين، طراقه، طائر طراقه، هذا البلبل الافريقي المغرد. هاي الاقفاص ما شاء الله كلها متروسه. تسلم يا ورد الورود، شكرا حبيبي. هذا الحمام الملكي فايق الورد حبيبي. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. مرتاح ان شاء الله؟ ان شاء الله. سلمنا على الوالد. هلا فايق. زقسر لك ذني، زقسر لك، عاشق لك حبيبي. ياكلن هم بنفس الوقت، ياكلن همين، عاشت ايدك. هذا الحمام الملكي، الحمام الماسي، حمام ملكي مشجر، طاهر الجاوة، ألمنيوم وأبيض وبلبلي. شاهد يا طيبين، وعسلي، هذا طاهر الجاوة، بلبل النساج السعودي، هنا روزلات، هاي الروزلة، يرحب ريمبو، ريمبو هاجرمو،
دور حب انجليزيات. شاهد يا طيبين هاي دور الحب عدة نوعيات والوان حلوة. البلبل الكشميري والبلبل العراقي والبلبل الروسي والبلبل التفاح سمتنيور. شاهد يا طيبين والله خجلان من العالم الطيبة. هسه يقولون محمد يتعاجز ما ينطل أسعار. الله شاهد ورقيب الولد زعلانين بسبب التعليقات المسيئة أكثر من مرة وكل مرة تتكرر هاي التعليقات. شاهد يا طيبين فأنا جدا أعتذر منكم شباب. هاي الحمامة الأوروبية من نوادر الحمامة الأوروبية ناس وطغاوات سلفر كريس. شاهد يا طيبين ناس كوب كير السلام ورحمة الله حبيبي. نا أيضا كوفيرات. شاهد يا طيبين درة إفريقي كوفيير الرصافي المشجر. هذا الكناري شونك حبيبي يا أخوي العزيز. كناري الموزايك لوريكيت. هاي الدرة الأفريقية وهنا عندهم غرفة مع الببغاوات متكلمات. هذا ترايتون ناد جالة. نيبالي أمازوني. بابا السلام عليكم حبيبي. بابا حبيبي السلام عليكم. هلاو. شاهد يا طيبين هذا الكاسكو الافريقي الدرة الافريقية. موزمبيقي. هذا الشمنة تايلندي. هنا الدرة الهندية. شاهد يا طيبين كاسكو أميات اللي يدور مساويج مع التكاثر كامل التحليل مالت من DNA مفحوصات. هاي الغرفة خاصة بالببغاوات. أكرر اعتذاري العدم ذكر الأسعار ما يقبلون. جدا أعتذر أخواننا الأعزاء والله مو بيجي السالفة. كويكر راهب أذني الكويكرات. هذا الكويكر راهب أذني جرة قطرة. هنا أيضا كوكتيلات وكناريات. هاي الدرة الأفريقية. هاي السلاحف الصحراوية العملاقة. شاهد يا طيبين وهلن الغنادير. نور الأناناس. شاهد يا طيبين نال مكاو الأحمر ومكاو طفرة وأزرق أصفر. هذني كبار.
العشاق الفينشات ما ننساهم يتدللون علينا. هذا الفاير فينش. موزمبيقي ناتاسكو فاير فينش. فنجز الكبريتي وفنجز مونيا فنجز مذبوح وهنا شيف كيل. هذا ايضا شيف كيل. شاهد يا طيبين هذا شيف كيل كريمي وابيض. شاهد يا غوالي طائر البارادايس طائر الجنة سبحان الخالق عز وجل. بلبل افريقي التغريد مالته كلش حلو. دايموند انجز دايموند من النوادر دايموند. فنجز فراشة جولدن فنش. فنجز فنش جولدن. هاي الفناجز أسد حبيبي ما ذكرنا الأسعار انت وعدتني قلت لي يجي من طرفك لا نقصر يا إن شاء الله أمانة طلع عليه طيب انت خوف. هذا طائر البارادايس فنجز سوبر جامبو وجولدن بلو وستار فينيش. هذا ايضا بلبل افريقي بوم فينيش بوم فينيش. هذني روزيلا طفرات روزيلا طفرات. فنجز بطريق فنجز فينيش جولدن. عندهم الاخضر والاصفر والسمائي والابيض كل الالوان. ملك الاسترالي شاهدوا يا طيبين. وهنا ايضا فينيشات فنجز فراشة فنجز كريزي بهذا القفص وهذا القفص الثاني. شاهدوا يا طيبين هنا المونيا والفنجز المذبوح. شاهدوا غوالي هنا البراكيتات بلام هيد. هذا بلام هيد وهذا اليمام الافريقي. هذا اليمام الافريقي وحمامة التفاح ايضا موجودة. هاي حمامة التفاح شاهد يا طيبين. هاي اسماك زينة اسماك الببغاء عندنا اسماك الكاتفيش اسماك الجورامي. ليش اسمك ابو علي مطر؟ يعذرونا حتى عشاق الاسماك اخواننا الاعزاء. اسماك المونو واسماك الجول عندنا ايضا اسماك الجول بيرانا اسماك البيرانا اسماك واسماك الزيبرا هذني فلور اسماك الفلور هذني اسماك الانجل وسيلفر دولار وقرش. هذا قرش اليف قرش اليف البينو قرش الرصاصي. شاهد يا طيبين اسماك الببغاء سكلت افريقي قرش الاليف. لا ماكو زبيدي هنا قابل احنا جاي ناكل سمك. هذني ما زينه شباب طيبين ذولا متابعينا طيبين ربي يحفظهم. تحياتي لكم وللعائله الطيبه حبيبي. يستحون ما يقبلون يطلعون على الراس شباب طيبين. اتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم واهم شيء اشوفكم ناجحين بالدراسه يا طيبين.
هذني اسماك التيترا، اسماك البارب، والله خجلان من المتابعين مو بيدي اذكر الاسعار. شباب جدا تعذروني، شباب والله جدا تعذروني، اخوكم انا اخوكم الصغير اعتبروني اخوكم الصغير. واذا ما تريدون اصور حدائق غابات الامازون يعني تقطعون رزق الولد، تقطعون رزقي ما يخالف، مو مشكله، الخاطر عيونكم ما نصورها بعد. رايت كاب اسماك الاورندا. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك.